احنا في تونس للاسف منش لاهين بالصحه النفسيه متاعنا، منش متصالحين مع مفهوم الصحه النفسيه ومفهوم المرافقه النفسيه. ما لازمش نقعدوا نستناو اللي نخلطوا للتا متاع ديبريسيون. كيما نهتموا بصحتنا الجسديه لازم نهتموا بصحتنا العقليه. عسلامة أنجح، أنا يسرى ساكوحي، بسيكولوج كلينيسيان في جمعية علم النفس والصحة. جمعية علم النفس والصحة هي جمعية تخدم على الصحة النفسية، تأسست 2015 من قبل أخصائيين في الصحة النفسية. أكتوالمون نخدم على زوز أهداف أساسيين اللي هما حماية الطفولة وتعزيز الصحة النفسية. الخدمة متاعنا تتمثل في تقديم خدمات في الصحة النفسية من خلال مركز مرافقة تربوية ونفسية، ان سنتر داكومبانيمون بسيكولوجيك اي ادوكاتيف اللي تابع الجمعيه، وين يخدموا فيه دي بسيكولوج يقدموا خدمات كيما تقييم نفسي، كيما حصص مرافقه نفسيه، علاج زيده هل للفرد والا للمجموعات. كان في تليفون ياخذوا رانديفو ومن بعد يجيوا يقابلوا بسيكولوج. سي غراتوي للبارتنير، معناها للعبيد اللي هما شركائنا، اما لي تاريف نتاعنا هما دي تاريف سوليدير، خاطر الموديل نتاع الجمعيه مبني على موديل دو ليكونومي سوسيال اي سوليدير. المنظمة العالمية للصحة تعرف الصحة على أساس هي حالة من الرفاهية الجسدية والاجتماعية والعقلية، كان نجم نقولها ان اتا دو بيانيتر فيزيك سوسيال اي مونتال والا بسيكولوجيك. الصحة النفسية هي سيتون كومبوزونت دو لا سونتي، كيما فما صحة جسدية فما صحة نفسية. ما نجموش نقولوا انه انا في صحة جيدة وانا صحتي النفسية ماهيش باهية وانا عندي نعاني من قلق والا من اضطرابات نفسية. كي نحكيو على صحة نفسية جيدة مش معناها ما فماش أمراض نفسية، مش معناها غياب الأمراض النفسية، لا فما غياب الأمراض النفسية، أما زيدا فما لازم العبد يكون عنده موارد ذاتية واجتماعية وين تخليه يكون ينجم يواصل حياته، ينجم يقدم، ينجم يتطور، وينجم يواجه الصعوبات اللي يلقاها في حياته. احنا في تونس للاسف مانيش لاهين بالصحه النفسيه نتاعنا، ما نمشيوش، ما عندناش دي شيفر نتاع عباد تمشي للبسيكولوج. فما برشا مغالطات، فما برشا دي جوجمون على العباد اللي تقول انا راني عندي اضطراب نفسي. هذا يرجع للمغالطات والا للتراكيب النفسيه والاجتماعيه اللي ناخذوها في علاقه بالصحه النفسيه. مانيش متصالحين مع مفهوم الصحه النفسيه ومفهوم المرافقه النفسيه. يرجع النقص في الوعي يمكن، اما زيدا يرجع زيدا السياسات نتاع الدوله اللي ما هيش قاعده تعمم في الصحه النفسيه، ما هيش قاعده تعمم في استراتيجيات لتعزيز الصحه النفسيه. ما نلقاوش فما دي بسيكولوج في المستوصفات، ما نلقاوش فما دي بسيكولوج في السبيطارات الجهويه. كيف كي واحد يحب يمشي، معناها يمشي للخاص باش يعمل حصص مرافقه نفسيه، لي تاريف يكونوا غاليين، دونك ماهوش باش ينجم يتابع. فوالا احنا في تونس للاسف ما نتلهيوش بصحة نفسي. نحس روحي تعبت، كي نحس روحي ما عادش نجم نقوم، ما عادش نجم نحس الدنيا رزنت عليا، ثقلت عليا، من افكاري متشتته، نحس اللي عندي قلق، مانيش فاهم. ساعات نجمو نمشيو للبسي جوست باش نحكيو، جوست نحب نلقى شكون يسمعني، على خاطر ليكوت نتاع البسيكولوج تختلف على ليكوت اللي نجم يقدمها لك شخص اخر، خاطر فيها البيانفيونس، فيها النون جوجمون، يسمعك باش يحاول يفهم، يعاونك باش انت زادة تفهم. دونك وقت اللي نحس روحي متقلق، بو امبورت القلق نتاعي، حتى في الحاجات اليوميه، حتى في الحاجات نتاع الكوتيديان، نجم نمشي نقابل مختص. ما لازمش نقعدوا نستناو اللي نخلطوا للتا نتاع ديبريسيون. كيما نهتموا بصحتنا الجسديه لازم نهتموا بصحتنا العقليه. مش لازم لين يولي فما ديبريسيون، لين يولي فما قلق كبير، معناها لي سامبتوم يظهروا برشا في الحياه، نجم جوست انا تقلقت، صارت لي حاجه اللي ما نجمتش نفهم
نفهمها ما نجمتش نتعديها، دونك نمشي نشوف مختص. كي نسكت ما نمشيش نشوف مختص، فما اقلق، فما انواع من القلق النفسي اللي يولي يمثل حالات نتاع اعاقه للاشخاص. ينجم يمثلهم حياتهم العاطفيه، ينجم يمثلهم قدراتهم المعرفيه ما عادش يركزوا ما عادش نتفكروا، ينجم يمثلهم علاقاتهم الاجتماعيه، يمثلهم يعني ياثر سلبا على حياتهم الاجتماعيه، حياتهم الدراسيه، حياتهم العمليه. لازم من الاول معناها نحاول كي نجم نقول نلقف روحي من الاول، نمشي نقابل مختص باش الحكايه ما تمشيش الابعد. على خاطر كان نجم نقولوا اللي لي زيتود وراو اللي فما 90% من حالات الانتحار يكونوا مسبوقين بدي زيبيزود ديبرسيف، وين الشخص يكون يتعدى بابيزود ديبرسيف غالبا تكون ماسكي، وين المحيط ما يفيقش بها، مي تمشي معناها توصل حتى لو باساج لاكت مالوغوزمون. لي ريسورس نتاعي معناها نحاول نعزز من مواردي الذاتيه، نعمل الحاجات اللي نحبهم، نكون في انفيرونمون سيكوريزون، نكون محاط بعباد باهين في حياتي، نكون نحط دي زوبجيكتيف اللي نجم نخلط لهم. هذا كيفاش نتلهي بروحي، معناها نتلهي بروحي دونك نتلهي بصحتي نفسي.